السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متبخداري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وجبة عشاء خفيفة ظريفة دغيا كتحضر بسرعة، كذلك ممكن أنكم تعتمدوا عليها فطور أو عشاء رمضان، كتجي سهلة بسوسيس. فنتمنى أن الوصفة ديال اليوم تجربوها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أنكم تابونوا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني بلايك ديالكم. فعلى بركة الله أول حاجة غادي نحتاجوها عندي هنايا حبة بصل كما كتلاحظوا معايا مفرومة، حبة فلفل أخضر مفرومة، غادي نضيفوا عليهم زيت الزيتون، القليل من الكمون، الملح، فلفل أحمر، والفلفل الاسود. غادي نرد الكل يتشحر جيدا ونعاودو نطلعو. اخواتي فهنايا عندي صلصه الطماطم يعني اللي ديجا حضرت معاكم، يعني فاش اللي كديروا في المجمد. بالنسبه اللي ما عندوش الطماطم هكا صلصه، فتحكوا واحد جوج ديال المطيشات او ثلاثه ديال المطيشات وخليوهم هكا كما كتلاحظوا معايا. فانا كانت عندي جامده داكشي علاش رديتها سخنات. غادي نضيف عليها البصل والفلفل اللي درنا يتشحروا بوحدهم. الا كانت عندكم يعني الطماطم يعني غادي تحكوا الطماطم، فضيفوا الكل في خطره واحده كما كتلاحظوا معايا. غادي نضيف ملعقه كبيره من البقدونس، بالنسبه للتوابل فانا يكفي التوابل اللي ضفت مع البصل والفلفل، حيت ضفت بزاف ديال التوابل مع بزاف ديال الملح. ف يعني ممكن انكم تذوقوا عند داك الساعه يعني تشوفوا يعني شنو خصكم في التوابل او على حسب الملح كما كتلاحظوا معايا. الفلفل والبصل ما كيبقوش باينين، فقط كيعطيونا كثافه المرق ديالنا. انا هنايا خديت النقانق او السوسيس قسمته على جوج. بالنسبه للطماطم فاذا ما كانت عندكم مطحونه خليو تطيب لكم الطماطم عاد ضيفوا السوسيس. انا كما كتلاحظوا معايا عندي الطماطم يعني راها ديجا طابت ومطحونه، فما تحتاجش نهائيا انني نخليها طيب بوحده، فبحال يطيب معاها السوسيس وتشحروا في خطره واحده يعني باش ما كياخذناش الوقت. فغادي نردو الصوصيص يطيب ونعاودو نطلقو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. اخواتي فا من بعد ما طاب كنخليوه حتى كيتشحر جيدا حتى كتستنى الزيت كما كتلاحظو معايا، كيجينا على هاد الشكل هذا. صراحة الرائحة ديالو رائعة كما كتلاحظو معايا. دابا كديروه في طبق ديال التقديم اللي غادي تقدموا فيه هاد الوجبه كما كتلاحظوا معايا. كنوضعوا فوق منه الزيتون الاخضر كيعطي له واحد النكهه رائعه. ممكن انكم تقطعوه معاه في الاول على هاد الشكل هذا. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، كذلك ممكن انكم تقدموها في طاجين. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابونوا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.